السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم أبو مريم التونسي. كان في فيديو طلب مني في اليومين اللي فاتوا دول كذا مرة، أو حد كان عايز يفهم إزاي أفصل نتاية عن ذكرها وأجوزها لذكر تاني. فالموضوع يا جماعة باختصار إن إحنا عشان نفصل نتاية عن ذكرها ونجوزها لأي ذكر تاني، لازم النتاية ما تشوفش الذكر بتاعها أصلا. تمام؟ يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي مثلا عندي هنا في جوز نفاخ، تمام كده؟ أنا عايز أفصل النتاية دي عن ذكرها، يبقى اسيب النتايه في الباب بتاعها زي ما هي، وهاخد الذكر اوديه اي حته تانيه، هطلع بيه بره الاوضه مثلا، احطه في عشه تانيه او في اوضه تانيه او في مكان بعيد عن النتايه خالص، بحيث ان هما ما يشوفوش بعض. او لو انا عندي مساحه الاوضه كبيره، لو هخلي النتايه الناحيه في اول الاوضه، اخلي الذكر في اخر الاوضه خالص، في عين ما تشوفش الذكر، ما يشوفش النتايه، والنتايه ما تشوفش الذكر. تمام كده؟ طيب بعدين هنعمل ايه؟ الحاجة التانية بعد كده، ان انت الذكر اللي انت عايز تجوزه للنتاية دي هتحطه في الباب اللي جنبيها. تمام؟ هنشوف الكلام ده دلوقتي عملي، هوريه لكم برضه، هشرح لكم عشان الموضوع يبقى سهل. نبص كده مع بعضينا عشان نعرف نشرح. بص، دي سلاكة اهي، تمام؟ وانا عايز اجوز ذكر وينتهي لبعض. هجيب الذكر، انا عايز اجوز الذكر والنتايه لبعض، يبقى انا هحط الذكر مثلا في عين زي كده، تمام، وهحط النتايه في العين اللي جنبه، يعني احطها في العين اللي جنبه هنا او في العين اللي جنبه هنا، بس لازم يكونوا العينين مفتوحين على بعض وشايفين بعض. يعني لو انا حاطط كرتونه مثلا زي كده، هشيل الكرتونه عشان الذكر ده يشوف النتايه اللي هنا، تمام، الذكر ده يشوف النتايه اللي هنا، ويبداوا في ان هم يزوفوا على بعض، يعني الذكر يزوف على النتايه والنتايه تزوف على الذكر، ويبقوا عايزين ياخدوا بعض. امتى بقى اخد الذكر ولا اخد النتايه، وادخل مين لمين، وهدخلهم ازاي، وامتى؟ هقول لك الكلام ده بالتفصيل. اول حاجه دلوقتي الذكر والنتايه طول ما هم في عينين جنب بعض، هنجيب النتايه اهي عشان نشرح نوريكم الموضوع هيبقى عامل ازاي. النتايه اهي دخلتها انا هنا في الباب، والذكر شايفها. بص الذكر بيعمل ايه دلوقتي؟ اهو الذكر عايز يخش للنتايه، والنتايه برضو زي في الناحيه الثانيه عايزه تخش للذكر، هما الاثنين واقفين قصاد بعض. تمام كده؟ الذكر والنتايه بقوا واقفين قصاد بعض وعايزين بعض. هنلاقي ان الذكر بعد كده ممكن نحط له الطاجن، هتلاقي ان الذكر يقعد في الطاجن ويخن للنتايه، وعايز النتايه تخش له. تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا خلاص ان كده الذكر زاف على الاخر والنتايه زافت على الاخر، وبقوا الاثنين عاشقين بعض من ورا السلك. تمام؟ زي ما احنا شايفين اهو، من ورا السلك النتايه واقفه للذكر، دي النتايه اهي واقفه للذكر ورا السلك، والذكر هنا اهو واقف لها الناحيه الثانيه، بحيث ان النتايه اصلا مش شايفه الذكر بتاعها القديم. النتايه مش شايفه الذكر بتاعها القديم ولا سامعه صوته، عشان لو شافته او سمعت صوته مش هتبقى كده، هتبقى مش عايزه الذكر ده، ولو جينا ندخلها للذكر ده هتضربه. تمام؟ انما لما بيكون النتايه ما سمعتش صوت ذكرها القديم، خلاص بتبدا ان هي بتزوف على اي ذكر تاني، ولو حطيناها للذكر هيكون ما فيش اي مشكله. في الحاله دي احنا بناخد النتايه نفسها وندخلها للذكر. تمام؟ اهو ناخد النتايه وندخلها هنا عند الذكر. تمام؟ اول ما ندخل النتايه للذكر هنلاقي ان الذكر ايه؟ بيزوف حوالين النتايه وعمال يلف حوالين نفسه. نوسع بس الدنيا عشان نشوف. تمام؟ زي ما احنا شايفين كده اهو، الذكر زايف على النتايه، والنتايه نافخه هي وزايفه عليه برضو، والاثنين عايزين بعض. هنلاقي النتايه بقى تلف حوالين نفسها، تكنس بديلها، تعمل الكلام ده كله. الذكر بقى يفضل ايه؟ يزوف ويخن لها شويه، تبص تلاقي الذكر راح قاعد في الطاجن، و هيقعد بقى في الطاجن ويقعد يخن. تمام كده؟ يبقى انت كده عارف ان هما كده بداوا خلاص ايه؟ بياخدوا بعض. لما تلاقي الذكر بطل يلف حواليها ويضربها ويجري وراها والكلام ده، يعرف ان هي كده خدت الذكر، او الذكر خدها خلاص، مفيش اي مشكله، وهيبداوا في ان هما يشتغلوا مع بعض. الكلام ده احنا بنعمله سواء النتايه معاها ذكر واحنا عايزين نفكها من ذكرها ونديها ذكر تاني، بنعمل الكلام ده. تمام؟ ولو احنا عايزين نجوز ذكر ونتايه لسه شباب لبعض، او ذكر احنا لسه شاريينه مع نتايه لسه جايبينها، او نتايه عندنا مع ذكر لسه شاريينه، او اي حاجه زي كده، بنعمل الكلام ده. طيب احنا بنوقف النتايه الاول في باب لوحديها، والذكر في باب لوحديه. المده بقى قد ايه؟ هقول لك على حسب ما بتلاقي ان الاثنين استجابوا لبعض، او الاثنين بداوا يعشقوا بعض. يعني انا وقفت ذكر في باب ونتايه في باب، ممكن في يوم
تبص تلاقي في نفس اليوم دوت الذكر والنتايه بداوا ان هم يعشقوا بعض. ممكن مثلا ياخدوا يومين، ممكن ياخدوا ثلاثه، ممكن ياخدوا خمسه، ممكن ياخدوا اسبوع، ممكن ياخدوا اكتر من كده، ممكن يقعدوا 10 ايام و15 يوم مش عايزين ياخدوا بعض لحد ما يجيبوا اخرهم خالص، وتبص تلاقي ايه بداوا ان هم يتحركوا ويزوفوا وعايزين ياخدوا بعض. تمام. في الحاله ديت طالما خدوا بعض والنتايه خلاص عبت حصى وتحصي مثلا، لو شافت الذكر القديم بتاعها خلاص مفيش اي مشكله، ممكن تسيبهم على الارضيه مش هتروح للذكر القديم تاني، هي خلاص خدت الذكر ده. بس الاحسن ان انت بلاش، يعني بلاش ان انت ايه تحطها مع الذكر القديم طول ما الذكر القديم معهوش نتايه. لو الذكر القديم خد نتايه سيبهم مع بعض، حتى لو سيبتهم في الارضيه مش هيكون في اي مشاكل، وهتلاقيهم ايه خلاص كده اتعودوا على الموضوع ده. الحاجه الثانيه، انت بعد كده عايز تجهز ان الحمام نشتغل ويبيض بعد ما خدوا بعض، حاجه كويسه تعملها ان انت تدي الذكر والنتايه تديهم الاثنين سيلينيوم. السيلينيوم دوت بيتباع في اي عياده بيطريه، ده فيتامين بيجي سائل. تمام. هتاخد منه سنتي على اللتر ميه، وهتشرب منه الذكر وهتشرب منه نتايه. طبعا تحط لهم الطاجن. الطاجن بنفرشه ايه؟ عشان في ناس كتير سالتني برضو على السؤال ده، الطاجن ايه احسن فرش لطاجن الحمام؟ هقول لك احسن فرش لطاجن الحمام التحديد. طب التحديد ده شكله ايه او بيتجاب منين؟ التحديد ده عباره عن شويه احجار مكسره وطوب مكسر ورخام وجير وحاجات زي كده، وفحم مطحون والكلام ده كله، حاجات كلها مطحونه عامله زي التراب. تمام كده. الحاجات ديت بتتباع اكياس في سوق السيده عائشه او في اي محل مستلزمات طيور زينه، بيتباع اكياس اسمها اكياس تحديد. هتروح تقول عايز كيس تحديد، هيديك كيس تحديد. تمام. ده بيتفرش منه الطاجن، بنفرش منه الطاجن، الحمام بياكل منه وبيرقد عليه. لما النتايه بتبيض بترقد عليه وبتاكل منه وهي راقده، ولما بتطلع زغليل برضه بتاكل منه وهي راقده، والزغليل بتطلع تاكل منه، وبيستفادوا طبعا لان التحديد ده كله كالسيوم وفسفور واملاح معدنيه، كله فيتامينات، فيتامينات ومعادن وكالسيوم وحاجات كتير مهمه جدا للجسم وللهضم والحاجات دي كلها. تمام. ده بالنسبه للفرش بتاع الطاجن، دي الحاجه الاولانيه اللي هي التحديق. الحاجة التانية، لو انا ما عنديش تحديق افرش طاجن بايه؟ هقول لك هات رملة. تمام. ومثلا جير مطفي من عند الموان، هتقول له عايز شوية جير مطفي او شكارة جير مطفي، شكارة كلها على بعضها بخمسة ستة جنيه، هيديك شجارة الجير، وهتجيب رملة وتخلط الاتنين على بعض وتملى بيهم الطاجن. طيب الحاجة التالتة، ممكن نجيب صدف مطحون من عند اي محل مستلزمات طيور او محل اسماك اللي هي اسماك الزينه او طيور الزينه، او من السوق صدف مطحون، او من عند العلاف، العلاف بتاع الاعلاف والحبوب والعلف والكلام ده كله هتلاقيه برده عنده الصدف المطحون. هتجيب صدف مطحون وهتخلطه برده بشويه جير او بشويه رمله او بجير ورمله مع بعض، وهتبدا ان انت تحط منه للحمام، هيرقد عليه برده وهياكل منه وهيطلع الزغاليل برده بدون اي مشاكل. تمام. ده الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، مفيش في صدف بس ماشي، في رملة بس ماشي. تمام. مفيش ده كله، هقول لك ممكن شوية نشارة ناعمين خالص من عند النجار، شوية نشارة ناعمين زي الرملة كده، وتحطهم في الطاجن. تمام. القش ده آخر حاجة تفكر فيها، لأن القش بيلم حشرات، والنشارة برضو أحيانا بتلم حشرات، يبقى اللي مش هيلم معاك حشرات أولا التحديق، ثانيا الصدف بالجير والرملة بالجير، والصدف لوحده والرملة لوحدها، دول مش هيلموا اي نوع من انواع الحشرات. بعد كده النشاره والقش، النشاره والقش اللي هو قش الرز او قش القمح، الحاجات دي هي اللي ممكن تلم معاك بعض الحشرات. تمام كده. يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنفك النتايه من ذكرها ونجوزها لذكر تاني، او نجوز اي نتايه لاي ذكر، وازاي نفرش طاجن التحديق بتاع الحمام، وايه اللي احنا بنديلهم، قلنا هنديلهم سيلينيوم. تمام. الحمام كده رقد على الطاجن وخلاص، وبدا النتايه ان هي تعبي حصى وخلاص هتحصى. هنبدا نديها من اول ما نعرف النتايه خلاص طرت ووسعت وقربت تحصي، هنبدا نديها نص قرص كالسيوم كل يوم، اللي هو كالسيوم دي 3 اف بشري، من اي صيدليه هتجيبه الشريط بحوالي 15 جنيه، هتدي نص قرص في بق النتايه كل يوم لحد ما تبيض البيضه الثانيه. تمام. كل يوم لحد ما تبيض البيضه الثانيه، مش هيظهر معاك اي مشاكل نقص كالسيوم في النتايه، ولا النتايه تكسح بعد ما تبيض، ولا النتايه تبيض البيض الشريط ضعيفه، ولا البيض بعد ما تبيضه البيض يتكسر، ولا الكلام ده كله. وبكده اكون خلصت الفيديو دوت، يا رب اكون قدرت اوصل لك المعلومه بشكل سهل ومبسط، يا رب اكون استفدت من الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.